ديال اليوم كيجي في الإطار ديال إرساء ديال المواصفات والتصور ديال مشروع كتب المدرسية. تيحضر معنا المفتش المنسق ديال تعليم اللغة العربية والثقافة المغربية في بلجيكا صحبة واحد الأستاذ، وكيحضر معنا المفتشين الجهويين ديال فرنسا. وبهذه المناسبة حنا بصدد إعداد إن شاء الله واحد المجموعة ديال الحوامل الديداكتيكية، منها أربعة الكتب اللي غادي توجه للأطفال المغاربة اللي كيتلقاو تدريس ديال اللغة العربية والثقافة المغربية في المهجر، وغادي تكون كذلك حوامل ديداكتيكية اللي هي موارد بيداغوجية رقمية، وغادي يكون دليل ديال الأستاذ، يعني أننا في هذه المحطة الأولى إن شاء الله بصدد وضع التصور الأولي لهذا الإرساء هذه العدة الديداكتيكية. بهذه المناسبة فإحنا كنتوجهوا بالشكر لجميع الأساتذة اللي هم استقبلونا في مدرسة دي كولوم، ومن خلالهم كنشكروا السيدة القنصل ديال السفارة، والشكر ممتد من طبيعة الحال السيد سفير صاحب الجلالة اللي هو رحب بنا، وما نساوش نشكروا المؤسسات الحسن الثاني المغاربة المقيمين بالخارج على هذه المبادرة، والشكر لوزارة التربية الوطنية لأن هذا عمل وطني وعمل تستهدف الارتقاء بالتعليم ديال اللغة العربية والثقافة المغربية لجميع الأبناء ديالنا المغاربة ولجميع الأطفال ديالنا المغاربة فيما كانوا، من أجل جعل تعليم اللغة العربية وتعلمها متعة واكتساب وتطوير الشخصية ديالهم وتطوير الارتباط ديالهم بالهوية الوطنية. وشكرا. تحية طيبة. وعلى كل حال المشروع التربوي الوطني الهام اللي كنشتغلوا عليه جاء في إطار تفعيل الوثيقة الإطار لتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية بالخارج بشكل عام، بغض النظر على الدولة اللي ممكن يتوجه لها. وهذا جاب جلد تفعيل هذه الوثيقة بعقد شراكة ما بين وزارة التربية الوطنية ومؤسسة الحسن الثاني المغاربة المقيمين بالخارج لإنجاز عدة تربوية فيها كتب مدرسية، فيها أقراص تعليمية، فيها وثائق مختلفة، وغادي نشتغلوا عليه على واحد المدى ديال سنتين او ثلاث سنوات ان شاء الله حتى يتنجز هذا العمل. هذا اللقاء اليوم واحد من اللقاءات اللي كيعقدها الفريق ديال تاليف هذه العده هذه، وهذا اللقاء غادي يخرج بتصور عام، تصور نظري وتصور منهجي وتربوي لهذا المشروع، ثم غادي يخرج بنماذج منتوجات تربوية اللي بعد غادي نطوروها ونشتغل عليها ونرسلوها للمؤسسة الحسن الثاني ووزارة التربية الوطنية من أجل المصادقة عليها ومن أجل تطويرها. وبهذه المناسبة هذا العمل كيتم الاشتغال عليه تحت إشراف سفارة المملكة المغربية بفرنسا، وباحتضان القنصلية العامة للمملكة المغربية لكولوم، وباستضافة من جمعية آباء وأولياء التلاميذ للمدرسة المغربية لكولوم، وكذلك من إدارات المؤسسة والأطر التربوية العاملة بها. ولا تفوتني الفرصة أنا كذلك باش نقدم الشكر الجزيل لكل هاد الفعاليات المهمة اللي ساعدتنا وهيئتنا الظروف المناسبة من أجل إرساء هذا المشروع الواعد. إحنا في البداية وبداية اللي هي واعدة، وتنتمناو على أننا نوفر الأستاذ ديالنا عدة تربوية متكاملة باش يشتغل، وكان هي التلميذ ديالنا والطفل ديالنا المغربي كذلك عدة متوافق حولها فيها بعد وطني يستحضر كذلك البعد الدولي والتلاقح مع الثقافات ومع البيئات ديال بلدان الإقامة. ونتمنى التوفيق لهذا الفريق في هذه المهمة الوطنية النبيلة. وشكرا.